التبرع بالدم أنواعه، فوائده، شروطه، وموانعه. التبرع بالدم the blood donation هو إجراء طبي يحدث فيه نقل الدم من شخص متبرع إلى شخص يحتاج إلى الدم لسبب مرضي، ويكون هذا التبرع طوعيا، ومن الممكن أن ينقذ حياة من كان بحاجة إليه. يصل عدد وحدات الدم التي يتبرع بها عالميا إلى ما يقارب 118 مليون وحدة في كل عام، ويكون معدل عملية التبرع أعلى ب7.5 في الدول ذات الدخل المرتفع مقارنة بالدول ذات الدخل المنخفض. يمكن أن يعرف التبرع بالدم أيضا على أنه عملية تجميع وفحص وتحضير وتخزين الدم ومكوناته، حيث يمكن فصل الدم إلى مكوناته، خلايا الدم الحمراء، الصفائح الدموية والبلازما. ولكن ما هي فوائد التبرع بالدم؟ هل يستطيع جميع أشخاص التبرع بالدم؟ ما هي شروط هذا التبرع؟ سنشرح لكم في قادم الفيديو كل ما يتعلق بعملية نقل الدم. ما هي أنواع التبرع بالدم؟ التبرع بالدم الكامل وهو النوع الأكثر انتشارا بين أنواع التبرع بالدم، ويشمل هذا النوع كافة مكونات الدم والتي تتضمن البلازما والصفائح الدموية وخلايا الدم الحمراء. ثاني أنواع للتبرع بالدم هو التبرع بالبلازما. ثالثا التبرع بخلايا الدم الحمراء. ورابعا التبرع بالصفائح الدموية. ما هي فوائد التبرع بالدم؟ أولا تقليل نسبة احتمال الإصابة بنوبات قلبية. يقلل التبرع بالدم من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية بنسبة قد تصل إلى 80%، كما بينت إحدى الدراسات، لأن عملية التبرع بالدم تقلل من لزوجته وتحافظ على معدلات الحديد في الدم والأنسجة وتبقيها في معدلاتها الطبيعية، وذلك من خلال تنشيط عملية تصنيع الحديد في جسم المتبرع، حيث يعوض الجسم ما فقده من الحديد ويستهلك أي كمية كبيرة وزائدة منه. كما يزيد التبرع بالدم نسبة الخلايا الجديدة التي تكون كفاءتها أكبر في نقل الأكسجين، وهذا ما يساعد في تحسين التروية الدموية للقلب. يحافظ التبرع بالدم على المعدلات الطبيعية للهيموغلوبين، حيث بينت الدراسات إلى أن هناك علاقة بين زيادة تأثير الكوليسترول الضار على شرايين القلب، والذي يعد مسؤولا أساسيا على حدوث تصلب الشرايين، وبين زيادة نسبة الهيموغلوبين. ثانيا المحافظة على سلامة الكبد. الحفاظ على المعدلات الطبيعية في الدم هو من أهم العوامل التي تساعد في المحافظة على صحة الكبد، حيث يعد الكبد المصفاة التي تخلص الجسم من السموم والمسؤول عن إنتاج العديد من البروتينات الهامة مثل الألبومين الذي يحافظ على السوائل في الدم ويمنع التورم. تقليل الإصابة بالسرطان. يقلل التبرع بالدم من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانات، وخاصة سرطان المريء والكبد، وسرطان المعدة، وسرطان الرئة، وسرطان القولون، وخاصة لدى الأشخاص الذين يقومون بالتبرع بشكل دوري، لأن التبرع بالدم يحافظ على الأنسجة وسلامتها، وذلك من خلال محافظته على المعدلات الطبيعية للحديد في الدم. رابعاً الخضوع لتحاليل حيوية. قبل القيام بعملية التبرع، يخضع المتبرع لبعض الفحوصات والتحاليل والتي يمكن من خلالها الكشف عن مشكلات صحية كامنة قد لا يعرف المتبرع أنه مصاب بها، حيث تتضمن هذه الفحوصات قياس ضغط الدم ومستويات الهيموغلوبين في الدم ومستويات النبض. وبعد ذلك يخضع المتبرع للفحوصات المخبرية، وذلك للتأكد من أنه سليم من 13 نوعاً من الأمراض المعدية، ومنها التهاب الكبد الوبائي وفيروس المناعة المكتسب والزهري. التقليل من عوامل الأكسدة ومحفزات الالتهاب. بينت دراسة أجريت سنة 2016 ميلادي أن التبرع بالدم بشكل دوري يساهم بشكل فعال في تقليل عوامل الأكسدة لدى الشخص المتبرع، وتؤدي هذه العوامل غالبا إلى تحفيز حدوث بعض الأمراض الخطيرة مثل فشل الأجهزة الحيوية والسرطانات والجلطات. من فوائد التبرع بالدم أيضا معالجة بعض الحالات المرضية.
هناك بعض الحالات المرضية التي يكون علاجها الفعال هو التبرع بالدم بشكل دوري، ومن هذه الأمراض الزيادة غير الطبيعية في كريات الدم الحمراء والتي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ومن الممكن أن يتسبب بجلطات الدم بسبب زيادة لزوجته، بالإضافة إلى زيادة البوتاسيوم في الدم. ومن الأمراض الأخرى التي يمكن أن يكون التبرع بالدم علاجا فعالا لها هو مرض الزيادة المرضية في كمية الحديد في الدم، إذ يعد الحديد من المكونات الهامة للدم، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يمتصه الجسم من الطعام بكميات كبيرة، أو يمكن أن يكون السبب هو تناول العقاقير الحاوية على الحديد بكميات أكبر من الكمية المسموح بها، مما يؤدي إلى ترسب الحديد في الأعضاء الحيوية ويسبب تلفها. وأشهر هذه الأعضاء هي البنكرياس والقلب والخصيتين والمفاصل. ما هي شروط التبرع بالدم؟ من أجل التبرع بالدم يجب أن يكون هناك بعض الشروط للمتبرعين، ومنها أن تتراوح أعمارهم ما بين 18 و60 عاما، أن يتمتع المتبرع بالدم بحالة صحية جيدة، أن لا يعاني من أي حالة مرضية طارئة مثل الحمى. يفضل أن يكون قد مضى زمن على الأقل 12 أسبوعا للرجال و16 أسبوعا للرجال من آخر مرة جرى فيها التبرع بالدم، وعشرة أيام منذ آخر مرة تبرع فيها بالصفائح الدموية، حيث أن الصفائح الدموية تتجدد في الجسم خلال فترة تتراوح ما بين الأسبوع إلى 10 أيام. يجب أن تكون نسبة الهيموغلوبين في دم الجسم الشخص المتبرع الذكر أكبر من 14% وللأنثى أكثر من 12%. أن يكون الشخص المتبرع خاليا من الأمراض التي يمكن أن تنقل دمويا مثل نقص المناعة المكتسبة والتهاب الكبد الوبائي الفيروسي. أن يكون وزن الشخص المتبرع بالدم يتراوح ما بين 50 كيلوغرام إلى 160 كيلوغرام. ما هي موانع التبرع بالدم؟ هناك أشخاص لا يمكنهم التبرع بالدم مطلقا، كالأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بالحقن، وأن تكون المدة أقل من 3 أشهر منذ التبرع الأخير. أن يعاني الشخص المتبرع أيا من الأمراض أو الأعراض الصحية التالية: حالات تضخم الكبد، حالات الفشل الكلوي، الإصابة بالصرع، حالات التشنج والإغماء، مرض السكري، زيادة أو نقص إفراز الغدة الدرقية، الحمل، الأمراض الوراثية والأمراض النفسية، ارتفاع ضغط الدم المزمن، الأمراض الصدرية المزمنة، وجميع أنواع الأنيميا عدا أنيميا نقص الحديد، وأي عملية جراحية أجريت قبل 3 أشهر من المتبرع. من موانع التبرع بالدم أيضا المصابين بمرض كروزفيلد جاكوب، والأشخاص الذين أقاموا علاقة جنسية مع مريض الإيدز أو الفيروسات الكبدية أو مع إحدى بائعات الهواء أو أي علاقة جنسية غير آمنة خلال العام السابق للتبرع. ماذا نأكل بعد عملية التبرع بالدم؟ من المفيد الإكثار من شرب الماء وعصائر الفاكهة الغنية بالفيتامينات مثل عصير الجوافة وعصير المانجو وعصير البرتقال. تناول الكبد والفاصولياء والبرتقال والتي تحتوي على كميات كبيرة من حمض الفوليك الذي له دور هام في تجديد خلايا الدم الحمراء وتعزيز صحة الجسم بعد التبرع بالدم. ينصح وبشدة تناول السبانخ السلق، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الحديد والمعادن والفيتامينات الأخرى التي تساعد في تحسين صحة الجسم وتزيد قوته. بعد عملية التبرع بالدم من المفيد تناول الخضروات الورقية الغنية بالعناصر الغذائية من فيتامينات ومعادن، والتي تسهم بشكل كبير في وقاية الجسم من المشاكل التي يمكن أن يتعرض إليها وتساعد في تعزيز صحته. يفضل تناول الأسماك واللحوم الحمراء لما لها من فائدة كبيرة في تحسين صحة الجسم وإعطائه الطاقة والقوة. أيضا تناول المكسرات بسبب غناها بالأحماض الأمينية والمعادن. تناول الحليب واللبن، والتي يمكن للمتبرع بالدم أن يتناولها بعد عملية التبرع. تعد البطاطا أيضا من الأطعمة الجيدة والمفيدة التي تزود الجسم بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي افتقدها بسبب عملية التبرع بالدم. اليوم العالمي للتبرع بالدم، The World Blue Donor Day، هو يوم اختارته منظمة الصحة العالمية في تاريخ 14 جوان من كل عام، وقد جرى الاحتفال به أول مرة سنة 2005، وهو التاريخ المصادف ليوم ميلاد الدكتور كارل لاندشتاينر.
وهو الحائز على جائزة نوبل لتأسيسه نظام فصائل الدم ABO. والهدف من هذا الاحتفال هو تقديم الشكر إلى هؤلاء الأشخاص الذين ينقذون أرواح أشخاص آخرين ويساهمون في تحسين صحتهم واستعادة حياتهم عن طريق التبرع بدمائهم دون أي مقابل غالبا.